تذكر أن الدنيا أيام معدودة مستعارة مردودة، وأنك فيها في ابتلاء، وأنها لك دار فناء، وأنه لا مفر لك من نهاية الأجل، وأن القبر فتنة وحساب، فإما نعيم وإما عذاب، وأن المرء يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، فريق في الجنة وفريق في السعير. فهل أعددت للموت عدة؟ وهل فكرت يوما في وحشة القبور؟ وهل تأملت في أهوال الحشر والنشور؟ نذكر بعضا من لحظات المحتضرين، ولا بأس أن نذكر بعضا من لطائف المحتضرين، ممن فتح الله عليهم لحظة الموت بالثبات واليقين، وختم لهم بصالح الأعمال جزاء على ما قدموا في حياتهم من الطاعات والقربات. فقد حكى القرطبي في كتابه التذكرة عن شيخه أحمد بن محمد القرطبي أنه احتضر فقيل له: قل لا إله إلا الله، فكان يقول لا، فلما أفاق ذكرنا له ذلك، فقال: أتاني شيطان عن يمين وعن يساري، يقول أحدهما: مت يهوديا فإنه خير الأديان، والآخر يقول: مت نصرانيا فإنه خير الأديان. فكنت أقول لهم: لا لا، أنا تقولان هذا؟ فكان الجواب لهما: لا لكم. فتذكر عسر هذه اللحظات، وتذكر ما يحصل فيها من البلاء والفتن، فوالله إنا لأحرى بالتذكر والتأمل والاستعداد والتسمير عن ساعد الجد بالإنشاء عما حرم الله، وفعل ما افترضه وأوجبه، والإكثار من الخيرات وما ينفع في الدار الآخرة، فإن ذلك من أعظم ما يسهل على المرء سكرة الموت ويجعله ثابتا موقنا في دينه ساعة الاحتضار. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يحتضر ويقرأ: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله عند موته يقول: أجلسوني فأجلسوه، فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله. ثم رفع رأسه فأحد النظر، فقالوا له: إنك لتنظر نظرا شديدا يا أمير المؤمنين. قال: إني أرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم قبض رحمه الله، وسمعوا تاليا يتلو: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. كيف نستعد للموت؟ نذكر بعضا من الشروط. أولها اجتناب المنهيات، فاجتنب ما نهاك الله عنه، وجاهد نفسك بالابتعاد عن الشهوات والشبهات، واعلم أن الله جل وعلا يغار على محارمه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. وقد أوعد الله جل وعلا من تعدى حدوده وانتهك حرماته بالفتنة والعذاب، فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واعلم أن جملة ما نهى الله جل وعلا عنه يتلخص في ثلاثة أمور: أولاها الشرك، ثانيها الظلم، ثالثها الفواحش. قال تعالى في وصفه للمؤمنين: والذين لا يدعون مع الله إلهنا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فعامة ما نهى الله جل وعلا عنه ينضوي تحت هذه الثلاثة، فمن وفق لاجتنابها فقد استعد للموت حق الاستعداد، وكان اجتنابه نجاة له يوم المعاد. فقد حرم الله جل وعلا عنه الشرك وجعله موجبا للخلود في النار، فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحرم الظلم فقال: وما للظالمين من نصير. وعن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. وحرم الله الفواحش فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فهذه الثلاثة هي أصول المنهيات كلها، فمن حقق اجتنابها فقد اجتنب عامة ما نهى الله عنه من الغيبة والنميمة والكذب وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والغش والخداع والمكر والغدر والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل، وغير ذلك مما يعد انتهاكا لحرمات الله وحدوده. ثاني الشروط أداء الفرائض والواجبات، ولا تتجلى حقيقة إسلام العبد إلا بأداء ما افترضه الله عليه، ومن ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه هي ثوابت الإسلام وأركانه. فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر
بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فمن حافظ على هذه الفرائض وأدها على الوجه الذي يليق كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جمع خصال الخير والفضل، وكان له ذلك أكبر عون على سكرات الموت ووحشة القبر، وأثابه الله على ذلك أجرا عظيما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ثالث الشروط: تذكر الموت ومحاسبة النفس. ومما يعلي الهمة ويدفع النفس إلى الاستعداد للموت ودوام ذكره ومذاكرته وتوقع حصوله في كل لحظة وحين محاسبة النفس على الأقوال والأفعال والخواطر. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة، ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار. وقال حاتم الأصم: من مر بالمقابر فلم يتفكر لنفسه ولم يدع لهم فقد خان نفسه وخانهم. ولذلك فقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور لما لها من أثر بليغ على النفوس. فعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فأكثروا من ذكر هذه من اللذات، واعلموا أنه آت لا محالة، واستعدوا للحساب وامتحان القبر. رابع الشروط: الإكثار من الطاعات والقربات، ومن ذلك الحرص على النوافل والأذكار وأعمال الخير وبذل المعروف والتخلق بالخلق الحسن مع الناس، فإنهما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من الخلق الحسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن صابت قال: لما حضر أبا بكر الصديق الموت دعا عمر فقال له: اتق الله يا عمر، واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وعملا بالليل لا يقبله بالنهار، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضته، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في دار الدنيا، وثقله عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا. اللهم اجعلني وأحبتي في الله ممن غرست كرامتهم بيدك.